فكر انه بدي مشوطه مشان يشوط مشان هيك بدك تحسب هيك منه هيك ما تشي كويس منه هيك وسجل هاد انو صارنا كاميرا قناة السورة الحر الآن من قلب مطار أبو أزهور العسكري. هذا المطار الذي يشهد عملية عسكرية واسعة يقوم بها أسود جبهة النصرة. كما نرى الآن أسود جبهة النصرة يقومون بتمشيط آخر المباني التي يتحصن بها فلول عصابات الأسد وما يسالها من الميليشيات. أسود جبهة النصرة على أبو أزهور.